ديننا، اللهم فقهنا في امور ديننا، اللهم يا رب ارحمنا بالقران، يا رب اكرمنا بالقران، يا رب لا تهنا بالقران، يا رب ارفع شاننا بالقران، يا رب حسن اخلاقنا بالقران، يا رب طيب ارزاقنا بالقران، اللهم احفظ الحاضرين والحاضرات، اللهم اشف الحاضرين والحاضرات، اللهم اغفر للحاضرين والحاضرات، يا رب اغفر سؤل الحاضرين والحاضرات، اللهم اشف الحاضرين والحاضرات، اللهم يا مولانا يا حبيبنا يا خالقنا، اللهم ردنا اليك ردا جميلا، اللهم ردنا اليك ردا جميلا، اللهم اصلح لنا شاننا يا مولانا، اللهم انصر اخواننا في ارض العزه غزه يا رب العالمين، اللهم اقر اعيننا بالصلاه فيه قبل الممات يا رب العالمين، اللهم يا ارحم الراحمين ويا رب العالمين ارحم ابائنا وامهاتنا، اللهم يا ارحم الراحمين استر نساءنا وبناتنا، اللهم يا رب اهد اولادنا، اللهم يا رب اهد ذرياتنا، اللهم يا رب اشفنا واشف بنا، اللهم يا رب اغفر لنا واغفر بنا، اللهم يا رب ارحمنا وارحم بنا، اللهم بحق الصالحين من عبادك اغثنا هذه اللحظات يا رب العالمين، اللهم اغثنا هذه اللحظات يا رب العالمين، اللهم اسالك بجاهك وبجاه انبيائك وبجاه ملائكتك وعبادك الصالحين ان تغثنا يا مولانا، اللهم اغثنا غيثا نافعا عميما، اللهم اغثنا غيثا نافعا عميما، اللهم اغثنا غيثا نافعا عميما، يا غياث المستغيثين اغثنا، يا غياث المستغيثين اغثنا، يا غياث المستغيثين اغثنا، اللهم اغث ارواحنا، اللهم اغث ابداننا، اللهم اغث بيوتنا، اللهم اغث الحيوانات يا رب العالمين، اللهم اغث الرضع من عبادك يا رب العالمين، يا رب اشكر في خواطرنا، اللهم اشكر في خواطرنا، اللهم اشكر كسرنا، اللهم اشكر كسرنا يا مولانا، اللهم يا رب اجعلنا في حرسك وحصنك وامنك وكنفك يا مولانا، اسكن سترك وعفوك ومنك علينا، ستر العرش مسؤول علينا، وعن الله ناظرة الينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائه محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، نحن في كنف الله، نحن في كنف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم يا ربي بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم استودعناك تونس يا رب العالمين، اللهم احفظ جيشها وشعبها وأمنها يا رب العالمين، اللهم يا أرحم الراحمين هذا الدعاء ولك الإجابة، فلا تردنا يا مولانا خائبين ولا عن بابك مطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم بدءا وختاما على سيدنا وحبنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله.